مال كتدا الشال مال براد بيت قال لك مال براد بيت كيبان زوين براد بيت راه كيدير جوج مشاهد في النهار كيمشي ينعس انا راه من 6 الصباح وانا فايق باش نركب في الطوموبيله مع العشره تخيل 6 الصباح فاطر بواحد الطبوطه وغنبقى نصور ان شاء الله حتى الليل يعني غنضرب عليا الشعاع ديال العشره الصباح ديال الشياط والغروب اللي غير هو طالع مع ديال 6 د العشيه كيوريك يزرقك مع الماكياج بيريمي شغال ودابا طوموبيله بينا بيك مجدوره طوموبيله باش تدور فيها الكاميرا فهي خصها تخرج بلا تولي ميري خرج الناس خدامه اش خدام حنا مغارين على السينا دابا والوداد اليوم لاعب عرفتي الشركه غيولي من واحد 12 دونك حنا غنمشي انا وياك حتى 12 الليل شو معنى من الصباح ما ديرنا شوفي دابا مغارين على الكاميرا شوف معنا الجم جم تو راه فايق مع السبعة الصباح مسكين بعد هاد الراجل هذا تفيقوا مع السبعة الصباح حرام 5:30 5:30 خاصو يجي في اللو اون دومي قبل هاد دابا كون كنتي دابا شي ناس محترمين غاديش غدير الطوموبيل هادي غتسيف في الليل في الليل 18 هادشي الكاميرا 18 باش نجي دابا شنو الفرق بين براد بيت وانت براد بيت وانا السويع هو كيخدم ساعتين كيبقى ابيض وانا كنخدم 12 ساعه كنولي كحل من النعاس من لا فاتيك من الجري من ما عجبكش شي حاجه وغتنعس فهمتيني وملي كتمشي تنعس ما غتنعش داكشي اللي كنعس فيه بلاصتي مساج ستايل دو فيزاج كتمشي تضرب على واحد مس متحرش كتنوض الصباح وش بحال اللي مضروب بالقرطاس وقال لك ما كيقول لك